أنا قبلت منك زواجها بنفسي. أهالي السيل الكرام، مصداقا لقوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مصون دكتورة لابننا طارق مصطفى أسعد شولي على سنة الله ورسوله. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. اللهم ارزقهما الذرية الطيبة المباركة، اللهم صب عليهما الخير صبا صبا، اللهم وفقهما لما تحب وترضى برحمتك يا أرحم الراحمين.